شاء الله يومكم سعيد، إن شاء الله نهاركم زين مبارك، جمعة مباركة للجميع. 7 صباحا و22 دقيقة في تونس، وقيت باش نصفحوا مع أمل الجندوبي وأبو نور في القراءة الخاصة. جرائد اليوم ماذا عنونت في اللايون متاعها؟ جرائد اليوم. نهاركم زين، باش نبداو جولتنا مع جرائد اليوم بجريدة لابريس، وفيها عنوان يقول: للتصدي لانتشار جائحة كوفيد 19 تجديد الإجراءات أمام وضعية خطيرة. صحيح، تشديد الإجراءات أمام وضعية ألارمونت تقول. صحيح، وهل الإجراءات هذية كفيلة بأنها تحد من الانتشار السريع متاع الفيروس ومتاع أيضا النتائج متاعه اللي ولات وخيمة؟ عدد الوفيات الله يرحمهم وينعمهم فاق 1000 في تونس، فات 1000، ولينا نسجلوا كل 4 دراج حالة وفاة. هذا خطير، خطير برشا. نمشيو لجريدة لو كوتيديان. لو كوتيديان تساءلت: هل مفر من الحجر الصحي العام؟ التونسيون متخوفون عن مواطن شغلهم، مؤسسات الطفولة تواصل نشاطها، والتنقل بين ولاية تونس الكبرى لا يخضع إلى ترخيص. في ولاية تونس الكبرى معناها في الـ4 ولايات ما فماش ترخيص، يتنقلوا أحرار، لكن باش تخرج من تونس الكبرى نابل بنزرت زغوان باجة لازم الترخيص، فلا بد من الترخيص. اللي يقولون هنا: هل لا مفر من الحجر الصحي العام؟ السؤال يطرح. وهل كما قالت لابريس التجديد في الإجراءات اللي وقع اتخاذها البارحة من طرف رئاسة الحكومة كفيل أنه يحد من الانتشار؟ أسئلة مطروحة وأسئلة مهمة جدا، مع سؤال أيضا خطير كما يقول السيد الآخر، سؤال خطير. سؤال خطير، ولهم الحق في ذلك. التوانسة مواطن الشغل متاعها، وبرشا خسروا مواطن الشغل متاعهم، مواطن الشغل الأول. بالضبط، ولهنا الحكومة عندها دور باش تقوم به للمحافظة على سلامة المواطنين، وكذلك للمحافظة على مواطن الشغل متاعهم وقوتهم، وممكن هذاك على شهر بين منه والحجر الصحي الشامل. اي، فهنا العمليه صعيبه ماهي سهله، كل قرار باش ناخذوه عنده انعكاس، عنده تبعات. لهنا لابد منها نلتفوا حول الحكومه، الناس الكل التفاف حولها، ونلقاو معها نفكروا مع بعضنا، نلقاو الحلول الكفيله كونه باش نحميو التوانسه من الجائحه ونحميهم من الجوع ايضا. ريت المعادلة صعيبة، اللي هي كيف تنظر لها تقول لا سهلة، أما على الميدان وتطبيقها تطبيق صعيبة برشا، عملية صعبة جدا. نواصل مع جريدة الصحافة اليوم، وتقول: قرارات آخر الليل. هذه عنوان الافتتاحية. العنوان الثاني يقول: تونس تدخل رسميا مرحلة الطوارئ الصحية، مقوماتها، أهدافها ونتائجها. وأخيرا المشيشي يقر إجراءات جديدة في التوقيت الخاطئ، بين ظفرين: قرارات في حاجة للترجمة. في حاجة للترجمة، لأنه القرارات اللي صدرت الأولانية ما كانتش فيها التفاصيل، كانتش واضحة، ما كانتش واضحة، معناها في حاجة أنا وش نترجمه. صحيح، ما اللي عندي المعطيات كونه الاجتماع اللي كان في رئاسة الحكومة تواصل لحدود ماضي 1:30 متاع الليل، والقرارات اللي خرجت هذيك فورية كانت موجهة بالأساس لمختلف الوزارات على أساس تعطي التفاصيل وتمشي في قرارات سريعة بعد القرارات متاع رئاسة الحكومة. التفصيل كان معناها مكلفين بها المؤسسات والوزارات. إلا أنه صدمنا نهارة نهار المولد البارح، الوزارات ما تخدمش وما القريصة خدموا، معناها دخلوا خدموا وخرجوا البلاغات. أنا اللي عاجبني في هذا العنوان: التوقيت الخاطئ. ماذا يعني التوقيت الخاطئ؟ يقول لك قبل لو تايمينغ، معناها اختيار التوقيت المناسب، قبل بشوية راهو خاطئ، وبعد بشوية راهو خاطئ. معناها التوقيت مهم جدا في مجابهة الجائحة والحرب والكارثة. هل أخطأنا في التايمينغ في التوقيت؟ سؤال يطرح. وهل أن القرارات هذه تأخرت برشا
وخلتنا نوصل لهذه الأرقام الكبيرة، هل هي كفيلة بالحد من الانتشار وترجيع تعديل الأمور وإلا لا؟ هذا ما مش نتبعوه، ومش تورى والنتائج مش تظهر بعد 15 يوم على أقل تقدير، إذا كان ما نقولش 21 يوم أخرين. إذا كان ما تمش التمديد يعني. لا نتائج 15 يوم مش تعطيك النتيجة، مش تعطينا النتيجة، بعد 15 يوم نشوفه أسبوع آخر زاد مش نشوفه النتائج، قلصنا ما قلصناش، لأنه اللي صاير اليوم وغدوة واللي بش يصير حتى وإحنا نطبقه في الإجراءات راهو ما هوش متاع اليوم والبارح، هو متعولت البارح والبارحين، خدمة قرارات أخرى سابقة بالضبط. نواصل في نفس الإطار، جريدة الشروق تقول مواطنون يتفاعلون مع إجراءات الكورونا فوقية وترقيعية. هيك الكلمة اللي يقولها التونسي، فوقية وخاصة ترقيعية. ترقيعية يعتبرها ترقع، ماهاش تحل في المشاكل، فما حريقة نمشي ونحاول نطفيوها ونرقعوا الأمور. أي هل هذا صحيح ولا غلط؟ التوانسة هذا ايش قالوا؟ خرجت الشروق وخصت يظل لي 3 أو 4 صفحات، اي صفحة 11 12 13 و14 خرجت وسألت العديد من التوانسة والأراء نتاعهم، هذا اللي اتفقوا عليه تقريبا. نمشيو للعنوان الكبير في جريدة الشروق ويقول أمام الأزمات المتتالية وغياب الحلول أي مشروع لإنقاذ البلاد؟ حكيم بن حمودة، لحبيب الصيد، محسن حسن ولطفي زيتون يجيبون. هذه تلقاها في الصفحة 4 و5 و6 و7 لجريدة الشروق. هو الملف وقته اللي تطرح عليك. أمانة نسأل سؤال آخر نزيده، هل عندنا مشروع احنا باش نتحدثوا على اي مشروع؟ معناها كاينو عندنا مشاريع امامنا باش ننقذوا البلاد، 3 ولا 4 مشاريع ولا 5، ويلزمنا نختاروا انا هو اي مشروع؟ فما حتى مشروع. عندنا 10 سنوات فماش منوال تنميه، فماش رؤيه اقتصاديه واضحه، فما كانوا رؤى ترقيعيه، فما غياب الدوله. واحد يسكر الفانا نتفرجوا فيه ونحميوه باش يسكر الفانا ونقولوا له بارك الله فيك ونتفاوضوا معاه زاده ونرضيوه. والاخر يوقف الفوسفات كيف كيف ما يهمناش، والاخر عجلة الانتاج ما تدورش، والاخر يسكر الطريق، واحنا ما عندنا حتى رؤية لارجاع آليات الانتاج العادية اللي كانت منعتنا قبل. معناها كان الفوسفات يمشي والمواد البترولية تمشي والطرقات مفتوحة والامور الدور والنقل متاع الفوسفات أموره بايع، ما نوصلوش للوضعية هذه، نتعبوا لكن ما نوصلوش للوضعية هذه، آليات الإنتاج معطلة. ثم مشروع اقتصادي ولا رؤية اقتصادية ولا منوال اقتصادي ولا برنامج يا سيدي اقتصادي ما عندناش، ما فماش. فأي مشروع إذا كان جاو برشا تو نختاروا منهم، احنا ما عندنا حتى مشروع، فماش مشروع. وهذا اللي يلزمه يصير مع أنه تجميع وزارة المالية والاقتصاد وتنمية الصادرات في وزارة واحدة، ما هوش بش يقدر الوزير والمصالح متاعه بش تخدم على مشروع مستقبلي قريب المدى وإلا طويل المدى، لأنه تعرف شو مش يخدموا في الوزارة هذية لو كوتيديان، اون فا جيري لو كوتيديان، عطينا نمنعوا بربي ميزانية تبدا عديها، تمشي يا ربي عديها في المجلس النواب الشعب، مش ميزانية 2020 مش نكملوا شهري العباد، ومنعوا 2021 بعد تو ربي يعملها في الدليل. وهكذا الامور قاعدة تمشي في البلاد عندها مد ومن غير حلول، تشخيص فقط. ايه تشخيص هذاك شبعنا منه، احنا احنا ولينا التشخيص بعينه، كان يحبوا يفهموا شنو هو التشخيص يجيو بحدانا يعديون هايرين تو نوريهم المشخصين اللي عند الله مصلي عني بي وتبارك الله. نمشي والجريدة الصباح، الصباح ومن عناوينها بعد مطالبتها الحكومة بسحبه المشيشي في ورطة، لجنة المالية تحسم اليوم في مشروع قانون المالية التعديلي، هذا العنوان الأول. وفي بلاغ الفجر لرئاسة الحكومة، حضرت الإجراءات وغابت الحلول وخطاب طمأنة التونسيين. أي الطمأنة متاع التونسيين هو المشكلة اللي عندنا، الطمأنة وكيفاش أيضا ننجح في خطة اتصالية باش نرجع التونسي فايق على مصلحته. تونسي كانوا يا خويا تاني كورونا تحكي هذه كورونا تفي فماش يعني. بالالاف الموتى وبالمئات مازال فما شكون يقول ما فماش هي، وحتى كان ما يقولهاش
في سلوكه اليومي تحسها مش موجودة. يقعد في حظبة وقول وما يلبسش الكمامة وجل ما فما يغسلش يديه وما يعملش تبعية جسدي. والله الساعة حكاية غسل اليدين هي ونشوفها معناتها مش ضروري يقول لك كل يوم اغسل يدك وحدك تغسل يدك. بربي يرجع لي المشيشي في ورطة. اي المشيشي في ورطة لجنة مين. المالية تحسن اللي ابقى لي غالي. المشيشي في ورطة. اي ورطة برك في ورطة وحدة. في ورطات. وحدة. لا من قلت لك في ورطة. يا رجل عظيم. مشيشي كان ورطة وحدة. كان ورطة برك منع. من وين يدور هو؟ على اليمين على اليسار في كل الاتجاهات عنده ورطة في القلب متاع في القلب متاع كذا في تحية كذا في رب يكون في عونه في النهوض بالنهضة كذا في من كل الاتجاهات في الاتلاف في شنو في كل بلاصة نمشي والجريدة مشيشي في ورطة بك مسكين نمشي والجريدة المجهر المجهر تساءلت ما الحكاية إلا في تونس النساء أصبن بالكورونا أكثر من الرجال ولكن أيهما أكثر إنتاجا للأجسام المضادة لكورونا زعم الأمور هذه متاع إنتاج أجسام مضادة لكورونا وإلا المرأة متاعنا مرأة تونسية العظيمة هذيك هي في الصفوف الأمامية تحس كونه الراجل غايب شوية لو الراجل معناه على المسؤوليات اليومية رجل ما يمشيش للجرون سلفاس وما يمشيش للمرشي وما يهزش لولاد المكتب وما يهزوش للجارد و هذوك مستقيل منهم بح. إلا البعض بطبيعة مش الكل راه اي ميسيلش رتب السير مش الكل بالحق اي لا رتب السير عندك الحق انت مازلت ماكش متزوجة معناها عندك الحق اشتريت بسير الى البعض فما البعض ان شاء الله يتيح بيك واحد من البعض هذا على كل الاغلبية تلقاها مستقيل المرأة تلقاها هي اللي تخلص الدوسة وتشد الصف البوسة وتمشي للأماكن اللي فيها التجمعات وهي يا سيدي الراجل يبدأ قاعد في القهوة وهي تخش تجمع الزيتون وتخدم الأرض والفلاحة وكانت لاحة انت كالكمين اللي هزوا في العاملين في القطاع الفلاحي تلقى معهم راجل ولا اثنين يمكن السائق فقط كان اللي يسوق بهم الباقي كل نساء قاعدة تخدم يمكن أنه احنا في تونس المرأة قاعدة تقوم بأكثر من دور في أسرتها وهي بأتم معنى الكلمة رئيسة هذه الأسرة وربت هذه الأسرة والمسؤولة الأولى وتقاها في مختلف المواقع يمكن هذاك علاش زاد فما سبب من الأسباب إلى جانب السبب العلمي اللي حطون عليه المختصين أنه يخليها هي أكثر عرضة للكورونا نواصلوا مع جريدة الأنوار الأسبوعية وحاجة أخرى نسيتها تنحيها من روحها وتعطيها لأولادها المرأة اي بالطبيعة معناها ريت ما عندهاش فلوس باش تشري هي كمامة تشري لولدها ولا بنتها وما تشريش روحها هي بالطبيعة احلى على قلبها من العسل اي الجيل تعطي لولدها تنحي من من وتعطي لولدها معناها تسبق أولادها على ودارها على ودارها روح. على روحها نواصل نواصل ونمشي والجريدة الأنوار الأسبوعية وتقول أساء إلى الرسول وتجاهل وثيقة الأخوة الإنسانية ماكرون ينسف جهود البابا لإحلال السلام أي البابا يحاول أنه بش لكن يظل خطاب ماكرون ما مشيش مع نفس التوجه اللي مشيله البابا ما؟ انقلبت فجأة على اتفاق باريس ماذا تريد فرنسا من تونس؟ لأنها فما معناها شوية تصعيد يلزمنا نخرج منه تصعيد في الخطابات السياسية من ناحية ومن طرف واحد مش من نحن أو من البعض من نحن زادة أسمع ما نبدأوش نغطيه في البعض من نحن بعض المسؤولين السياسيين يسقابوا كيف يتكلموا رأوا كلامهم بقى في تونس لا فما سفارات لا وفما مخابرات تشتغل وفما عباد ترصد في كل كلمة قاعدة تخش فما أعلام الخطاب التصعيدي ما هوش في مصلحة حتى لا من فرنسا اللي جاينا من ماكرون لا من تونس من بعض اللي يدعيوا أنهم عندهم مسؤوليات وأنهم نواب شعب وأنه غير ذلك يسمنا نتريث ونرزن لأنه فما 700,000 أو 800,000 تونسي راهو يعيش في فرنسا أي. الخطاب هذايا متاع الكراهية وخطاب التجيش راهو في نهاية العام يرجع كان علينا احنا مش في صالحنا مش في صالح حتى نواصلوا بسرعة نواصلوا مع جريدة لوتون تقول في قلب نيس 3 موتى في هجوم بالسلاح الأبيض
العملية هذه زادة كيف كيف تبعاتها مش كون اختيرة، خاصة أن البعض تحدث كونه من أصول تونسية. هذا يخوف على مش العلاقات السياسية، حتى بعض الفرنسيين مش تشوف شو مش يعملوا تو. وفي فرنسا راه فما المتطرفين كما عنا احنا، التطرف فما التطرف اليميني غالي وموجود التطرف في فرنسا، والرياكسيون لازمنا ننتظروا باش نشوفوا ردود فعل. ان شاء الله نعرفوا نتصرفوا مع هذه القضية، نعرفوا خطابنا يكون راسي، نعرفوا السيد هذا لا يمثل التونسيين بتاتا، صحيح جنسيته تونسية ولكن ما يمثلناش وما يمثلش الإسلام وما يمثلش قال الآخر خلق سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمثل كان روحه. وساعات تطلع عظمة حارمة راه في بلاتو، مش في بلاتو، في مجنة كاملة تجينا عظمة حارمة، ما يمثلناش. نختم باش نختموا بجريدة المغرب ومن عناوينها عنوان يقول: ويتواصل مسلسل البشاعة، الإرهاب يضرب الإنسانية مجددا في فرنسا. 3 قتلى في هجوم جديد في مدينة نيس، إدانات عالمية. فرنسا بين الحرب على الإرهاب التكفيري ومعضلة استفحال خطاب الكراهية، فتح بحث عدلي في شبهة ارتكاب تونسي للجريمة الإرهابية. جريمة إرهابية ندينها وأدنتها تونس، وتم فتح بحث قضائي لهنا في تونس من طرف النيابة العمومية. وصحيح اللي موجود هنا كل خطاب الكراهية، ردوا بالنا منه، ردوا بالنا، راهو هذاك الكارثة، رانا ماناش في حاجة ليه. وباش نختموا بالعنوان هذا في جريدة المغرب: اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، إجراءات ما قبل الحجر الصحي. وزير التربية فتحي السلاوتي يقول للمغرب: تخفيف البرامج سيؤثر على جودة التعليم ولكن لا خيار آخر. هما زوز عناوين، العنوان الأولاني كان ما قبل الاجتماع، وبعد الاقتراحات اللي قدموها لرئيس الحكومة واخذ قراراته، لكن اعطاوا بعض الإجراءات اللي كانت ما قبل الحجر الصحي في هذا الاجتماع. ولربما كما قالت عنوان آخر قالته أعتقد جريدة من الجرائد: هل لا مفر من الحجر الصحي العام؟ هذايا الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا عندها السيناريو الكل. ونرجع له وزير التربية فتحي السلاوتي المغرب يقول: تخفيف البرامج سيؤثر على جودة التعليم. سيد الوزير عندنا الجودة احنا، ومش قالوا التخفيف ماهوش باش يأثر على يعيش المحتوى. يعيش بنتي، تبعني مليح سؤال طرحته، افهمني فيه. هل عندنا جودة نتاع التعليم؟ احنا ما عندنا جوده في حتى شيء تاع التعليم. كيف تقول لي يؤثر على جوده التعليم؟ نقول لك سيد الوزير رجع امورنا، معنا نصرحوا التوانسه بالحقيقه. الجوده هذه قالوا لنا انه ما التخفيف مش يأثر على البرنامج. يا بنتي قبل التخفيف عندنا جوده. عندنا الجوده تو تحكي لي على تخفيف؟ خفف واعمل اللي تحب ما دام ما عندك جوده التعليم، وراه ماهوش الاسره التربويه مسؤوله على ذلك، المنظومه اللي عملتها الوزارات الكل والسياسات الكل هي مسؤوله على هذه الجوده اللي وصلنا لها. مسكين الأستاذ والمعلم والأستاذ الجامعي راهم تعبين وقاعدين يضيفوا من عندهم ويزيدوا من عندهم وقاعدين يقوموا بدورهم، وفرصة باش نحيوهم. أما الجودة اللي تحدث عليها سيد وزير التربية وريني وين أكاو. كان عندنا جودة تونس تحافظوا عليها وخدمة التدريس بالأفضل، أما ما عندناش جودة. 47 دقيقة تصبح.